اختفاء راكان المطيري بحي الجبس بالرياض قصة تعتبر غامضة جدا ومن الدرجة الأولى، لدرجة أنه ليومنا هاد ما حدا قدر يعرف الحقيقة، والقضية بقيت مفتوحة 7 سنين والبحث ما زال شغال ولكن دون أي نتيجة. وقبل كم يوم طلعت والدة راكان على قناة الإخبارية السعودية ولأول مرة من 7 سنين وتكلمت عن تفاصيل اختفاء ابنها راكان، والغريب باللقاء إنه والدته حكت عن تفاصيل تهديدات وصلتها هي وابنها راكان، والغريب إنه ما حدا بيعرف مين اللي خطفه ولا حدا بيعرف وين راكان. ورح تنصدموا بالقضية إنه المتهم واضح ولكن ما حدا قدر يوصله. وبمقطع اليوم رح نحكي عن قصة راكان واختفائه، وهل فعلا راكان مختفي أو ميت. الغموض وين راكان أنا ما أدري، أنا بس يعلموني حي ولا ميت وخلاص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أخوكم كنان، ورجعنا اليوم بمقطع جديد. مقطعنا اليوم رح يكون مختلف، رح نحكي فيه عن قصة اختفاء حصلت بالرياض بالسعودية. وقبل ما نبدأ دعم صغير منكم بالاشتراك واللايك بيشجعني استمر. بدأت قصة راكان بعام 2017 وتحديدا بشهر 5، كانت في عيلة ساكنة بالرياض مكونة من أب وأم وأولادهم، وراكان كان واحد من هالعيلة. كانوا عايشين مثل أي عيلة بسيطة ومبسوطين بحياتهم، ولكن بيوم من الأيام صارت مشاكل بين الزوج والزوجة، وبسبب هالمشاكل اضطروا إنهم ينفصلوا. ومن المعروف لما ينفصل الأب والأم بتصير مشاكل على حضانة الأولاد، وبيصير بين الزوج والزوجة محكمة مشان تقرر مين الأحق بالحضانة. وبحالة عائلة راكان قدرت الأم إنه تحصل على الحضانة، يعني المفروض إنه يعيشوا معاها وهي اللي تربيهم، فأغلبهم تحت سن 18 سنة، وهون المفروض الزوج يصرف نفقة للأم وولادها مشان يقدروا يعيشوا. وفعلا هذا الشيء يلي أقرت فيه المحكمة، ولهون الأمور كانت ماشي تمام. طبعا أبو راكان بعد قرار المحكمة ما كان راضي بهذا القرار، لأن ما بده يتحمل تكاليف النفقة. ليش؟ لأن عنده مصاريف تاني، فهو متزوج زوجي تاني، ولكن المحكمة أجبرته بمصاريف النفقة. وبهي الفترة كان عمر راكان 18 سنة، وعلما أنه هو أكبر إخوانه، وكانت أم راكان تحكي باللقاء أنه بأول شهر من انفصالهم أعطاهم أبو راكان النفقة، ولكن لما أعطاهم النفقة حسوا أنه هو كتير متضايق وكتير كان معصب أنه عم يدفع النفقة غصب عنه. فهون أبو راكان قال لابنه اللي هو أصغر من راكان أنه خلي أمك تسحب النفقة وإلا راح يصير شيء تاني ما راح ترضاه. قال شو اسمه ولدي اللي هو أصغر من الكبير، قال له خلي أمك تسحب النفقة أو تفاهم. يعني تقريبا هددهم بشكل غير مباشر، وهون نكتشف إنه الوضع العائلي كان كتير متوتر. وهون حكت أم راكان باللقاء إنه بعد ما إجاهم هذا التهديد ما قدرت تبقى بالبيت من الخوف، يعني ما قدرت تنام جوات بيتها لأنها كانت خايفة على حياتها وحياة أولادها، فقررت إنها تتوجه لقسم شرطة العزيزية مشان تطلب الحماية والأمان من الشرطة. وفعلا قرارها بمكانه قرار سليم، مشان إذا صار لها شيء إلها ولولادها تكون الشرطة بالصورة. وفعلا خبرت الشرطة بالقصة الكاملة، ولكن شو تتوقعوا رد الشرطة؟ هل جابوا أبراكان وحققوا معه أو عملوا له أي شيء؟ بتوقع الأغلب راح يقول أكيد، لكن حابب أصدمك وأقول لك للأسف لا. الشرطة قالوا لها نحن ما بنقدر نتدخل وما بنقدر نحميكي، لأن هاد أبوهم، يعني لو دخل والدهم على البيت وأخذهم قدام عيونك ما بنقدر نتدخل. رد الشرطة كان غريب، طبعا هاد على أقوال أم راكان بالمقابلة. فهون أم راكان لما شافت أن الشرطة ما رح تعمل شيء مباشرة توجهت للمحكمة وقالت بالحرف الواحد أنه ما نمت ببيتي بالأمس بسبب الخوف والتهديد. ولما سمعت المحكمة بالموضوع مباشرة قررت أنها تستدعي والد راكان، واتصلوا فيه قدام أم راكان وطلبوا منه الحضور الفوري للمحكمة. لكن الصدمة
إنه والد راكان رد وقال أنا خارج الرياض وما بقدر أحضر، يعني اعتذر. فكانت الصدمة هون عند أم راكان، فقالت مبارح كان موجود قدام بيتي وما قدرت أدخل بيتي مشانه، ومو بس هيك وصار يهددني، فكيف بهي السرعة طلع من الرياض؟ فالأم أكدت للمحكمة إنه ما طلع من الرياض، والمحكمة ما قدرت تعمل شيء إلا إنها أجلت الجلسة، ولكن المحكمة ظلت مصرة إنه لازم يضل كل شهر يدفع النفقة. وفعلا بعد أول شهر راكان استلم النفقة، وكان هاد أول وآخر شهر لراكان، لأن لما إجا الشهر الثاني وإجا موعد التسليم حصلت حادثة اختفاء راكان. راكان قبل ما يجي موعد النفقة الثاني كان مثل أي شاب طبيعي، عايش حياة طبيعية، يطلع مع أصحابه وبيلعب معاهم، وكان ملتزم وراضي بمواعيد أمه. يعني أمه كانت تحكي باللقاء أنه لما تعطيه خبر أنه مثلا على الساعة 5 يكون بالبيت، فعليا الساعة 5 بيكون بالبيت بدون أي نقاش، فكان بيسمع لكلام أمه. وتقول أم راكان أنه لما تتصل عليه فورا بيرد، ولا مرة أبدا ما كان يرد على اتصال أمه. فكانت من النوع اللي بيخاف على أولادها كتير، لدرجة مو بس تعرف وين وتروح بنفسها تتأكد أنه هو بهذا المكان. شوف لأي درجة بتخاف عليه، وكمان لأنه كانت أمورهم مخيفة وتهديدات مستمرة من الأب، فالأكيد حتضل الأم خايفة. وحتى راكان بنفسه كان جدا خايف، وكان آخذ كل حذره من أبوه لأن كان واصله أكثر من تهديد من أبوه. في 21/5/2017 اتصل راكان على أمه اللي كانت بالبنك عم تزبط إعدادات البطاقة فيها مشكلة معينة، فقال راكان لأمه بالحرف الواحد: يما أبوي أرسل أخوي ريان عشان يبغاني بشي، وأنا خايف إنه أبوي يضربني أو يسوي لي شي. فهون أم راكان قالت له إنه لا تخاف، ما راح يسوي شي لك، هذا أبوك وروح لعنده وشوف إيش يبغى منك، وبعد ما تخلص مع أبوك رجع لي فورا. قالها طيب مثل ما ودك يا يما. رجعت الأم من البنك وراحت للبيت لكن ما لقيت راكان، وهون الأم خافت شوي، لأن لما كلمها راكان كانت الساعة 3:30 العصر، ولما رجعت على البيت كانت الساعة 5:30 العصر، يعني مرقت ساعتين وراكان لسه ما رجع على البيت. فقالت هون أكيد في شي، أم راكان حست بالخوف على ابنها وقررت أنها تتصل عليه، ولكن الصدمة أنه ما في أي رد من راكان اللي كان بأي وقت وبأي مكان بيرد على أمه فورا. الساعة 5 ما جاء، حاولت أتواصل عليه على الجوال، أتصل عليه ما يرد على الجوال، أتواصل معه رسائل ما يرد على رسائل، بالعادة هو يتصل علي على طول، إذا دقيت عليه يرد علي على طول، يرد علي برسائل أو باتصال يرد على طول. المرة دي تأخر، اتصلت عليه مرة وتاني وتالتي ورابعة وما كان في أي رد، حتى إنها صارت ترسل له رسائل وتستنى أي رد منه، بس للأسف ما في أي رد من راكان، لدرجة إنها راحت لبيت أبو راكان مشان تطمن إذا كان موجود، لأن قبل بثلاث ساعات اتصل عليها وقالها إنه رايح لعند أبوها، بس من خوفها أرسلت واحد من أولادها لعند أبو راكان مشان يشوف الوضع. وفعلا راح الولد لبيت أبوه ودق على الباب، وطلع له أخوه ريان اللي من الأم الثاني، وسأله راكان وين، فريان قال له أنه راكان طلع مع أبوه. فهون رجع الولد مشان يخبر أمه أنه راكان طلع مع أبوه لسه ما رجع. الأم من الخوف حبت تتأكد بنفسها، فراحت على بيت ضرتها وسألتها أنت شفتي راكان؟ وقالت بالحرف الواحد أنا شفته، إجا لبيتنا وطلع هو وأبوه. وهون أم راكان رجعت على بيتها وظلت قاعدة على جمر تستنى أي خبر من راكان أو أنه يرجع، وصارت الساعة 8 ولسه ما في أي خبر عن راكان. أم راكان ما قدرت تستحمل من دون ما تعمل شي، فورا راحت للشرطة اللي ما كانوا متعاونين معها وقالوا لها هاد أبوهم وبيحق له يعمل أي شي. تخيلوا من البداية الشرطة ما كانت ماخذ الموضوع بشكل جدي،
ولكن من الممكن يكون في أسباب مخفية ما حدا بيعرفها. وأحد هي الأسباب اللي إجا ببالي إنه راكان عمره 18 سنة، يعني بلغ السن القانوني، وهو بيختار يضل مع أمه أو أبوه، فبتوقع إنه لهذا السبب الشرطة ما قدرت تتدخل، وخاصة إنه الولد لسه مو بالاعتبار إنه مفقود، يعني صار له 4 ساعات وكانوا عارفين إنه طلع مع أبوه. المهم أم راكان فقدت الأمل من الشرطة ورجعت للبيت وصارت تدور بالحارة اللي عندهم وتسأل أصحابه وتدور هون وهون، لكن للأسف ما لقت أي أثر لراكان. أم راكان حست إنه في شيء كبير عم يصير ولكن مو طالع بإيدها أي شيء، وظلت يوم كامل قلبها محروق على ابنها. وبعد ما مر يوم كامل على اختفاء راكان قررت إنها تروح للشرطة وتقدم بلاغ اختفاء، وفعلا راحت للشرطة، ولكن الصدمة إنه العسكري اللي بالشرطة كان إلها ترى انتبهي، والد راكان رح يرفع عليك قضية. وأم راكان هون انصدمت، شو يلي عم يصير؟ أنا بإيش وإنت بإيش؟ الولد مختفي صار له يوم كامل وإنت بتقول لأبو راكان يرفع قضية؟ خليه يرفع، ما عندي أي مشكلة، أنا ما عملت شي، بس بدي ابني يرجع وبدي أعرف راكان عايش ولا ميت ولا وين مختفي. فهون العسكري قالها روحي لعند السنترال وعطيهم رقم والد راكان وقولي لهم يتصرفوا معه. وفعلا السنترال اتصلوا عليه قدامها وقالوا له انه لازم تحضر الان لان ابنك مختفي وبدنا نحقق بالموضوع، لكن الصدمة انه قالهم انا مشغول وطول الوقت عند ابني بالمستشفى وما بقدر اجي. هون ام راكان جن جنونها بزيادة لان ابو راكان ما قال مين ابنه يلي بالمستشفى، وخطر ببالها انه ممكن يكون راكان باعتبار صار له يوم كامل مختفي. فوراً رجعت للضابط وقالت له أنه عسكر السنترال خبرها أنه ابنه بالمستشفى بس ما قال أي ابن فيهم، وهلأ بدها تعرف أي واحد فيهم. فقالها الضابط رجعي للسنترال وخليهم يحولوا لي المكالمة لحتى أحكي مع أبو راكان. وهون أم راكان لاحظت شيء مهم، أنه الضابط بلش يخفض صوته بالوقت اللي عم يحكي فيه مع أبو راكان، وبلش يبعد عنها مشان ما تسمع شو الحكي يلي عم يدور بيناتهم. هون في شي غير مفهوم عم يصير. وبعد ما خلصت المكالمة اجى الضابط لعند أم راكان وقالها إذا بدك تبلغي عن فقدان ابنك لازم تروحي محكمة التنفيذ مشان تجيبي خطاب لنعمل لإلك البلاغ. الموضوع هون بدأ يصير مريب، ليش؟ أنت الضابط المفروض تعرف من أبو راكان مين الابن اللي بالمستشفى، وليش لما تحكي مع أبو راكان توطي صوتك وتحاول تبعد عن أم راكان؟ ومن إمتى البلاغ بيكون بالمحكمة؟ فمن المعروف إنه البلاغ بيصير بقسم الشرطة مو بالمحكمة. أم راكان بهي الحالة مثل الغريق وبيحاول يتعلق بإشي، مباشرة راحت لمحكمة التنفيذ، ولكن هون الصدمة قالوا لها هي مو شغلنا، ومين قال لك إنه نحن نعطيكي خطاب مشان تبلغي؟ روحي لقسم الشرطة نفسه وقدمي بلاغ، ما حدا بيقدر يمنعك. رجعت الأم للمخفر مرة تانية، قدمت البلاغ بدون أي مشاكل، وهون بدأت الشرطة تحقق بالقضية. ولما صارت الشرطة تحقق بقضية الاختفاء، مرة كانت تستدعي أم راكان ليحققوا معاها ومرة أبو راكان، ولكن بالوقت اللي بدهم يحققوا فيه مع أبو راكان كانوا يقولوا لها إنها تروح قبل ما يجي مشان ما تصير مشاكل، حتى إنه بمرات كانوا يخبروها هيك وما كانت تعرف أساساً إذا أبو راكان إجا أو حتى إنهم حققوا معه. وحتى لو فرضاً إجا أبو راكان المفروض قسم الشرطة ولازم يحموها وما لازم أساساً تصير مشاكل. الموضوع بتحس فيه غلط كبير ومو مفهوم، والأغرب إنه الشرطة بعدها بيومين من اختفائه قرروا إنه يحددوا مكان الاختفاء عن طريق السيم كارد الموجود بتليفون راكان، واكتشفوا انه موقع تليفون راكان كان موجود ببيت والده. فهون بعرف رح يجي ببالك انه خلص لازم يروحوا لبيت والده يفتشوا وينتهي الموضوع. وفعلا الشرطة راحت لبيت ابو راكان وتقول ام راكان انه راحت معاهم، ولكن ما قدرت تدخل لان ما بحق لها تدخل اصلا. فالشرطة دخلت وهي صارت تراقب من بعيد. فلما دخلت الشرطة كان في شخصين من اقارب والد راكان
واحد طلع والثاني ما سمح للشرطة انهم يفتشوا. انت متصور عزيزي المتابع شو يلي قاعد عم يصير؟ راح اصدمك وقول لك انه الشرطة احترموا قراره وسحبوا حالهم وطلعوا من البيت. طيب مو من المفروض الشرطة رايحة تفتش وبيكون معاها قرار رسمي بالتفتيش؟ كيف ما سمح لهم يفوتوا؟ بكل بساطة بيسحبوا حالهم ويطلعوا؟ القصة كل ما تعمقت فيها بتصير أغرب وأغرب. هذا الكلام يلي عم احكيه من أم راكان نفسها، والضابط خبرها باللي صار. فهون أم راكان قالت لهم إذا بدكم بجيب خطاب من إمارة شرق الرياض بالتفتيش، بس أهم شيء فتشوها. فهون الضابط قالها لا لا مو ضروري. وهون أم راكان حست أن الضابط عم يخفي شيء، ومو بس عم يخفي، حست أن الضابط بيعرف راكان وين، وبيعرف أنه راكان مو بالبيت، مشان هيك ما كان بدهم يفتشوها. فتخيل عزيزي المتابع أن بعدها أم راكان ضلت سنتين ونص والجوال يرن وبيعطي اتصال وما حدا بيرد. وبعد سنتين ونص انحرق جوال أم راكان وراحت كل الأرقام، ومن بيناتهم رقم راكان، وما عاد تقدر تتصل عليه. وبعد هاد كله أم راكان فقدت الأمل من المحكمة ومن الشرطة، وصارت تحط صور راكان وبتحط تحته رقمها مشان يتواصلوا معاها إذا شافوه. وفعلا بعد سنين اتصل حدا وقالها إنه شاف راكان بشارع الشارورة، ولكن تبين بعدين إنه كان موضوع تلاعب ومو شايف راكان ولا شيء. وهون أسوأ جزء بالقصة إنه أم راكان كانت تحكي للمذيع إنه لحد هذا اليوم عايشي بغموض، ماني عارفي إذا ابني مخطوف عايش أو ميت ولا مع أبوه ولا أي تفاصيل عنه، ولا حدا قادر يساعدها بالموضوع. القضية من اختفاء راكان لحد يومك هذا فيها غموض لآخر درجة. بنفسي أنا عجزت أعرف، ما أدري وين الغموض وين راكان، أنا ما أدري. أنا بس يعلموني حي ولا ميت وخلاص. إذا عنده أبوه يقولي هذا راكان خلاص راح أخليه، ماني ما مسوي الشيء. ميت يقولوا لي ميت، مسجون يقولوا لي مسجون. الله يكون بعونها. بس وأثناء اللقاء سألها المذيع أنت شو إحساسك بالنسبة لابنك، هل هو عايش أو أنه ميت؟ فقالت أم راكان أنه أنا حاسي ابني عايش وبالرياض. الله يا أخوان ما أصعب إحساس أم راكان، حتى أنها ما قدرت بعد الحادثة أنها تعيش بالرياض مشان ما تضل تتذكر ابنها المختفي من 7 سنين وراحت لمنطقة بعيدة. الله يصبر قلبك يا أم راكان ويعوضك بفرحة تشفي غليلك وغلنا. وبهيك بيكون انتهى مقطعنا لليوم، وإذا حابين احكي قصص مثل هيك خبروني بالتعليقات، وما تنسوا الاشتراك وزر اللايك. بترككم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.